بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري يقول إنه لا يوجد إجماع عربي على التطبيع مع سلطة الأسد حالياً، مؤكداً على موقف قطر الثابت في دعم عدالة مطالب الجماهير في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تفرضان عقوبات على 12 شخصاً وشركتين لدعم سلطة الأسد بإنتاج وتصدير الكبتاجون المخدر. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تسجل وفاة 10,024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا. جامعة حلب في المناطق المحررة بالتعاون مع جمعية خيرات للتنمية الإنسانية تقيم مأدبة إفطار رمضاني احتفاءً بعناصر الدفاع المدني السوري. الحكومة النرويجية تستعيد امرأتين وثلاثة أطفال من عائلات عناصر تنظيم الدولة المحتجزين لدى قسد في مخيمات روج والهولبري في الحسكة.